يا كابتن محمد، احنا وصلنا للجول كتير النهارده. يعني ثلاث كور في القايم، في كام كوره لمصطفى محمد، في كوره لمحمد صلاح، في يعني برضو احنا وصلنا للجول. وهنوصل مع السودان. طيب. وهتكسب سيراليون، وهتكسب بنين، تكسب الكونغو. بيكلم يعني كابتن عبد الجليل برضه بيكلمك على المنتخبات اللي هي المستوى القليل. المستوى الثالث انت بتكسبه بقالك سنتين، تجيبونه انجولا والكونغو وليبيا، والاحترام طبعا للفرق. انما ما تصدم مع السته الكبار ومعاهم اتنين من المستوى الثاني زي غانا وكوت ديفوار، بتبيع نوجة. دي حقيقه. اه والله بيتكلم انت مش عايز توصل لغينيا وتجيب وتضيع ويه. ده مجهود لعيبه بجد بجد. انا النهارده ما عجبنيش في فترات الديفنس كابتن. انت لو الفرقه دي لعيبه كوره، انا كل كوره بيروحوا كان الونش بيرجع بظهره، حجازي بيرجع بظهره، يفضلوا لغايه ال 18 جوه. يا كابتن عبد الجليل ده بعد اذنك، ده عندهم لعيب كويس جدا اللي هو الولد اللي عامل شعره ده، اللي جاب كويس جدا جدا، كان بياخد ويروح على التاتش برضه، كان خاضدنا، جاب جول حلو قوي، خاضدنا الحمد لله. لا يا كابتن عمر عامل ماتش العمر النهارده، نجم الماتش عمر كمان. طبعا حلو قوي. باك رايت كان هيشيل الليله في الكوره دي صحيح. هو لازم، وهو الولد بيقف يشيله هو الكوره بره، يعني يضغط عليها رغم انت باك رايت يعني ايه، مش هيديله يلف الصراحه. كابتن عبد الجليل كباك رايت انا كنت شايفه النهارده نموذج كورساته هايله. هو انت بقى ايه كمدرب، ازاي راجل زي ده استفاد منه كباك رايت بيعمل كورسات كويسه واطلع مصطفى محمد؟ ما مصطفى محمد ممكن في لحظه، لان هو بيلعب بدماغه كويس، في لحظه ممكن يجيب لك هدف. لكن برضه طلع مصطفى محمد، طب انزل شريف، يعني انزل فيرويد مكان فيرويد، لكن مش اخلي العمليه برضه انت مش عارف ده ايه ومش عارف ده ايه ومش ده. لا مصطفى محمد ممكن يعني الفراوده كنت انت بتستفاد منه مثلا كفيرويد، ان هو في لحظه هيجيب جول في لحظه. لكن اللي انا شايفه في دماغ الراجل ده دماغ غريبه الصراحه.